جيت نضيم هاد البطوله الجهويه في اطار استعداد الاكاديميه الجهويه للبطوله الوطنيه اللي غادي يتم تنظيمها بتحنوت، على اساس غادي يتم انتقاء 36 تلميذه وتلميذ من الابطال العدو الريفي على صعيد جهه الدار البيضاء ستات. البطوله الجهويه شارك فيها ازيد من 570 تلميذه وتلميذ على صعيد الجهه، ممثلين 16 المديريه الاقليميه التابعه للجهه، وكانوا مؤطرين من 64 استاذه واستاذ مشكورين بطبيعه الحال على المجهودات ديالهم اللي كيقوموا بها طيله الموسم الدراسي من اجل الاعداد الجيد للتلميذات والتلاميذ، دون اغفال هيئه التفتيش اللي كتقوم بواحد الادوار رياديه بطبيعه الحال في تاطير الاستاذات والاساتذه في تاطير الانشطه الرياضيه. اليوم بطبيعه الحال كنلمسوا بان كاين واحد الصحوه رياضيه داخل جهه الدار البيضاء ستات، وما غفلناش فئه الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه او تلميذات وتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصه، فكنضموا لهم على هامش يعني هذه المسابقه الجهويه، كنضموا يعني مسابقه خاصه بالتلميذات والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصه في العدو الريفي من اجل تشجيع هذه الفئه من التلميذات والتلاميذ في اطار يعني الشعار اللي كنعتمدوا على صعيد الجهه، اعتماد كل المؤسسات دامجه داخل مجال جهه الدار البيضاء ستات. اذا هنيئا للمتواجد ضمن فعاليات فئه 18 سنه مسافه 3500 متر. اسماء الشيبان، عداءة اتحاد عين حروده، تلميذه زينب النفزاويه. الحمد لله جيتنا اليوم نشاركوا في البطوله الجهويه، كان سباق الحمد لله في المستوى، دخلنا المرتبه الاولى ترتيب جماعي. الحمد لله هادشي كيرجع بفضل الله سبحانه وتعالى، وكنشكر بزاف الوالدين ديالي اللي كيديروا معايا مجهودات جباره، والاساتذه ديالي الاساتذه ديالي. يلا هيثم معكم الاستاذه ديال عبد الاله خالد، تلميذ في المستوى الثاني ابتدائي مدرسه ابن باجة، وكان لنا الشرف اليوم نشاركوا معكم في هذه المسابقه اللي هي كتشجع ذوي الهمم لانهم جزء من المجتمع وخصنا نشجعوهم دائما. وكنشكر مديريه نواصر على هذا الحفل اللي كان كيتوج التلاميذ وكيحفزهم باش انهم يكونوا جزء من المجتمع اللي هما كانوا دائما فيه. وكنشكركم مره اخرى جميع المشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصه باسمي واسم التلميذ خالد عبد الاله.